شلون صار التواصل أول مرة بينك وبين أحمد؟ مو هو همين شلون يعني بالمربد تمام، فهو يعني أكو يعني هيك زمالة إيه. فبناك صار الشغل أي. زين على طار الجمال لقيت كثير من الناس يسألون كم عملية تجميل مسوي؟ واحدة هي الخشمي بس. بس هاي. هو عراقيين كلهم مسوي يعني فنانات ولا مو فنانات. زين. البداية كانت من معهد الفنون الجميلة، طبعا مثل ما ذكرتي مثلتي مسرحيات وأفلام نخبوية خلينا نسميها، بعد عرفناك من خلال ظهورك ويا أحمد وحيد يعني بقط أحمر، وحكينا القصة شلون صارت. ما قبل ذلك شنو كان؟ الأهل وافقوا على دخول الوسط الفني، شو وداك أصلا لكلية الفنون الجميلة؟ احكي لي. إيه هو أنا يعني إعدادية ومباشرة كلية. كلية يعني قلت معهد يمكن أي. هاي من جوا إذا قلت معهد ولا يعني ظل حط جوا خطيني. فهو إعدادية ومباشرة رحت كلية الفنون، ماما كانت مديرة علاقات عامة هي بكلية الفنون الجميلة، فمن كنت أروح أصلا يعني إنه أحب شغلهم على المسرح وهيك شيء كلش حبيته. وقبل لا ادخل للفنون يعني انه انا مثلت فيلم المغني ويا قاسم حول، فانه انا هاويه للتمثيل وحابته انه من قبل لا ادخل الكليه. زين ما لقيتي معارضه من الاهل؟ شوف يعني بالعكس داعميني، هم داعمين اساسيين، بس تعرف كل اهل انه يحبون بيتهم انه اللي ببالهم هم تمام، بس احنا بالاتفاق انا قلت لهم انه ادخل مجال انا احبه واكمل بيه، مثل ما انه هسه انا مكمله دكتوراه بالفنون افضل ما انه انا اخذ فد شهاده انتم برايكم انه هي هاي اللي ممكن راح تفيدني وما راح اوصل بها للمكان اللي انا رايت. هم كانوا يدوتكم شوف هم ما كانوا ببالهم انه مثلا يضغطون علي فد شيء معين، بس اكيد انه مثلا حتى من دخلت الفنون قلت لهم انا راح ادخل اعلى قسم اللي هو الاخراج بينما انا احب التمثيل تمام، فانه ما هيك. من دخلتي للكليه كان ببالك من البدايه انه انا راح اصير ممثله لو ممكن بس شهاده وخلاص؟ يعني كنت حابه انه اكون ممثله مسرح تمام، يعني انا اساسا من دخلت الفنون واشتغلت على المسرح كلش وايد احب المسرح انا. يعني احب هاي الرهبه اللي بدايه تصير اول ما نصعد المسرح، احب انه اعرف مباشره شنو راي الجمهور باللي قدمناه، فكلش احب المسرح. رغم اكثر شيء يخوف هو المسرح اعتقد يعني لانه قبالك الجمهور. بالضبط اي، بس هو بس اول بدايه انه راح تنسى نفسك يعني. صار لك موقف على المسرح ما تنسي ابد بما انه مثلتي كذا مسرحيه؟ لا الحمد لله ماكو اي شيء، بس انه انا من امثل امثل من قلبي، وكان اكفد واحد من المسارح ما اريد اذكر ما هم خليني كاربت على المسرح، فانه وكانت عندي هواي زحف وهيك شيء فتاذيت كلش، بحيث حتى لبست كسارات مال الجيش وهيك على مود مسرح على مود مسرح